بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسفيائك ورسلك ومنائك يا رب العالمين.